بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم آمين. اليوم سوف يكون عنوان الفيديو هو تفسير رؤيا القطط في المنام. ومن أشهر تفسيرات رؤيا القطط في المنام لابن سيرين هو إن رؤية القطط في المنام تشير إلى هناك أشخاص حاسدين حول الرائي، وهؤلاء الأشخاص الحاسدين يكونوا في العادة من النساء، والله أعلى وأعلم. أما عن رؤية مدعبة القطة في المنام، فإن تفسير رؤية مدعبة الرائي للقطة في المنام تشير إلى وتدل على إن الشخص الرائي سوف يقوم بمقابلة شخص عزيز عليه في الواقع، والله أعلى وأعلم. وأما من يسمع صوت القط في المنام، فإن هذه الرؤية تدل على إن الرائي يوجد بالقرب منه صديق، ولكن هذا الصديق صديق زائف ليس حقيقي، ويحاول هذا الصديق أن يجرح الرائي بكلمات جارحة، والله أعلى وأعلم. أما عن تفسير رؤية القطط الجائعة في المنام، فإن تفسير هذه الرؤية كالآتي: فإذا رأى الشخص في منامه إن هناك عدد من القطط وإن هذه القطط كانت جائعة، فإن هذه الرؤية تدل على وتشير إلى إن الشخص الرائي قد يعاني من الفقر والذل والاحتياج، أو إن هناك أحد الأشخاص المقربين من الرائي يعاني من ذلك، والله أعلى وأعلم. أما عن تفسير رؤيا الفتاة العزباء للقط في المنام، فإن التفسير كالآتي: فإذا رأت الفتاة العزباء في منامها القط، فإن تفسير هذه الرؤية يدل على وجود شخص في حياة الفتاة العزباء يمثل عليها الحب، وإن هذا الشخص بالفعل هو شخص في الواقع ماكر وخادع وخائن، والله أعلى وأعلم. أما عن تفسير رؤية المرأة الحامل للقط في المنام، فإن تفسير هذه الرؤية هو: فإذا رأت المرأة الحامل في منامها قط أو قطة، فتفسير هذه الرؤية هو إن هذه السيدة الحامل سوف ترزق بمولود، وإن هذا المولود سوف يكون نوعه ذكر، والله أعلى وأعلم. وهكذا نكون قد انتهينا من سرد تفسيرات رؤية القطط في المنام لابن سيرين. عسى أن نكون قد أفدناكم ولو بالقليل. وفي نهاية الفيديو: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم آمين. اللهم ارزقنا الستر والصحة والعافية، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.